واحد من امتع اللعيبه اللي متعت جماهير النادي الاهلي في مشوارها مع الاهلي، وحقق بطولات كتيره جدا. سالنا حضراتكم وطلبنا منكم تختاروا افضل هدف احرزه حسام غالي في مشواره مع النادي الاهلي، نشوفه مع حضراتكم ونرجع لكم عشان نبدا حلقه الحريف النهارده. 8 دقائق اولى، محاوله كروس باس بالنسبه لصالح الكرات العرضيه للاهلي مره اخرى. تاني ماجد ناصر حارس المرمى، ماجد مكسب فيه كبير، خطيره جدا يا ولد. الله، هو حبيبي حبيب قلبي حسام غالي يا ولد. الله الله الله، كفاني 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 كفاني، لكن على طول يتالق حسام غالي. شوف الهدف عند دول غير، الهدف عند الناس دي لحسام غالي تاني. بص اللعيبه، بص اللعيبه، يجمع اللعيبه، رجل المهام الصعبه وكفاني النادي الاهلي. بص شوف حسام غالي لسه الاورجواي، وكان بيلعب من يومين وهدف، لكن كان طبعا ابعد من كده. لما اشوف حسام غالي، شوف القرار، راحت له الكوره بالراس، وهو ده نجم النادي الاهلي وبرنس النادي الاهلي واستاذ النادي الاهلي وفنان من فنانين الاهلي. عالمي طبعا حسام، مش محتاجين نتكلم عنه. اعتقد انه كل جمهور السادسه استمتع بحلقه الحريف مع الكابتن وحسام غالي.